وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وموقف واشنطن من التفاوض مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية من جهة، وأيضا تطرق إلى موضوع البرنامج النووي الإيراني. نعم، مستشار الرئيس تحدث حول نقطتين. النقطة الأولى هي الصراع حول امتلاك الأسلحة النووية في العالم، وخاصة فيما يخص روسيا والصين، إضافة إلى الملف الإيراني. ثانيا، طريقة حديث المستشار كذلك كانت تريد إيصال رسالة بأن الولايات المتحدة ما زالت بقوتها، لذلك هو قال بأن بلاده ليست بحاجة إلى إنتاج المزيد من الأسلحة النووية لكي تتفوق على المنافسين، وفي هذا الحديث رسالة إلى كل دول العالم بأن الولايات المتحدة تمتلك قوة الأسلحة النووية تتفوق فيها على كافة الدول المتواجدة في العالم، لكن كعدد للأسلحة النووية والرؤوس النووية فإن الولايات المتحدة لا تتفوق. لكن ما يريد إيصاله المستشار بأن الولايات المتحدة لديها القوة الكافية، ورغم ذلك يؤكد بأن بلاده سوف تلتزم في الاتفاقية التي تحد والتي يجب على كل دولة أن تعلم ما هي كمية الرؤوس النووية التي متواجدة لديها وكمية الرؤوس النووية التي سوف تقوم بإنتاجها. مؤخرا الصين لا تقوم بإظهار هذه النتائج، لكن لدى الولايات المتحدة معلومات بأن روسيا قامت بإنتاج الكثير من الرؤوس النووية ولم تقم بالإعلام عنها. لكن ما أراد إيصاله جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تريد الالتزام بهذه الاتفاقية وأنه يجب الالتزام بهذه الاتفاقية. النقطة الثانية تحدث عنها هي بما يخص إيران وطهران، بأن إيران الآن أكد بأنها تقوم بإنتاج المزيد من اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم من أجل امتلاك سلاح نووي، لكنه أكد بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. شكرا لك مراسلنا إياد الجغبير، كان معنا من واشنطن.